الراعي ماكو ماي مالح، ما احد مثلا يساعدنا، مثلا يقول تناكر يبون لو فرشي خصم علينا، عفنا بيوتنا عفنا نخلناها تشوف عينك، نخل عاد اللي تريدها ماكو. اللي رحنا هناك بذيك الارض الشبتها بستان صغير طول مترتين حطك بيه خضرك وانت تعيش. الكميات انخفضت إلى أكثر من 50% طبعاً عن الكميات التي كانت ترى سابقاً بسبب قيام تركيا وإيران بإنشاء السدود وتطوير مشاريعهم.